دكتور صباح النور مرة صباح أخرى. صباح النور سميرة، صباح النور متفرجين. إذا موضوعنا اليوم هو موضوع كيف ما قلنا في الكواليس شوية شائك شوية صعيب، لكن خاصنا نجاوبوا على المشاهدين اللي طلبوها أوامر. الحمل الكاذب، شنو هو الحمل الكاذب؟ الحمل الكاذب هو اعتقاد المرأة، كيكون هذا اعتقاد بسيكولوجي واعتقاد بدني أنها حامل، رغم أن كنديروا التحاليل ديال الدم ديال الحمل وكنديروا التلفزة، ولكن ما كنلقاوش ما كنثبتوش على الحمل. دونك هذا اعتقاد بسيكولوجيك، ما كاينه حمله والو، ولكن هي في بالها راها حامله. بالها هي حامل، وكتخص تقريبا 5 ديال النساء على 20000 تقريبا. كمان حاله تعيشها بزاف السيدات، الا نضلنا يعني العدد الطلبات اللي جاونا في صباحيه دزام. شنو تيوقع لهذه المراه؟ علاش تظن بانها حامل؟ اذا اولا هذا الحمل الكاذب كيمكن يخص اما السيده اللي صغيره تقريبا عندها 25 30 عام، اللي عندها رغبه في حمل وعندها، ولا كيكون عندها خوف من الحمل، وبعض الاحيان جوج الرغبه ديال الحمل وكذلك الخوف من الحمل. اذا اش كيوقع لها؟ هذا الشيء كيدي واحد الضغط، ان ستريس كي تري امبورطون، ضغط كثيف، وهذا الضغط هذا كيمشي على الغده النخاميه، سكون ابل ليبوتالاموس اي ليبوفيز، هادو هما اللي جوج المناطق اللي كيركزوا الهرمونات على المراه اللي كيمشيو للمبيض. اذا كيوقعوا واحد الاضطرابات هرمونيه كثيفه. دونك سي فيزيولوجيك اوسي. ولكن السبب الاول لا فام، حنا كنقولوا السوماتيز، بحال لي مالادي بسيكوسوماتيك، كيكون هذا المشكل نفساني بسيكولوجي وكيأثر، بحال مثلا الواحد ملي كيكون عنده الخدمه فيها ستريس بزاف كيكون عنده مشكل ديال القرح في المعده ولا مشكل ديال لاغاستريت، سي لا ميم شوز. فكرت واحد مثل واحد اخر دكتور، المراه اللي ما ولداتش وتتربي وتيخرج لها الحليب، تيقول لك كيفاش تيقولوا لها حنات ولا هذا كيوقع عطفات عطفات عطفات. وهنا باش غادي نشوفوا شنو هما الاعراض، الاعراض نفس بحال اللي كيكونوا عند المراه اللي حامل. مثلا 70% كيكون ديك الالم ديال الصباح، لي نوزي، كيكون قلبها شويه، لي سين سامباتيك دو غروسيس، كيكون غيان دو سامباتيك، جو لو دي توجور، كيكون اتساع ديال الباطن، كيكون توسع في الثدي، فهمتيني؟ 50 90% ما كتجيش العاده الشهريه، دونك لا مينوري كومبليت ما كتجيش العاده الشهريه. دونك السيده كتجي عندك انها عندها اعتقاد ظاهريا، اعتقاد كبير، كتقول لك انا عنده علاقه مع الاختصاص ديالك دكتور. شفتهم انك حضروا عندنا سيدات البطن ديالها كيظهر، يعني اي الانسان العادي بانها حامل مع جميع الاعراض ديال الحمل. لو غرو فونتر دو 8 مو كنسميوه، وبعض الاحيان كتقول لك انا كنحس شي حاجه كتحرك في الكيف ديالي، وهما سو سون جوست دي سبازم ديال العضلات اللي كيعطيوها هاد. غير باش نقول الدكتوره ان هاد الحاله هادي ماشي حاله مرض، سي با اون مالادي، باش ما يعتقدوش النساء انهم عندهم دي بروبليم سيكاتريك، نو، غير هو غالبا تقدر تكون رغبه كبيره، كتكلم مع لو جينيكولوج، كتكلم مع لو بسيكات باش كنفهموا لها ان ما كاينش الحمل، وزعما كيتقبلوها. واخا شكون هما السيدات ولا النساء الاكثر عرضه للحمل الكاذب؟ اذا لا فام جون، المراه اللي صغيره اللي عندها الرغبه في الحمل، ولا اللي مع الاسف عندها لي زونتيسيدون ديال الاجهاد، ولا ديال لا فوس كوش، ولا ديال لا غروسيس اكستريتي، غير الحمل في القرن، اللي بغات اللي كترغب في الحمل. انتج هنا عند الدكتوره بوحاولي، واش السيدات اللي عندهم اللي ما عندهمش استقرار عاطفي معرضه هما لهذ الحالات؟ اضطرابات نفسيه قد تخلق بحال هذا المشكل هذا ديال الحمل الكاذب، وكنت تعتقد السيده بواحد الاعتقاد كنقولوا له انيبرونلابل، يعني مضبوط وما يمكنلوش تحيدوا لها بانها فعلا حامل. كاين فعلا كما قلت يا دكتور، الناس كتقدر تقنعهم، كدير لها التحاليل، تقول لها شوف وكتقتنع، ولكن كاين حالات نادره اللي قد يوصلوا عند الطبيب النفساني اللي واخا تعطيها جميع التحاليل ما كتقول لك لا انا حامل. ما جوستومون كيفاش دكتور البار تتعاملوا مع هاد النساء؟ شنو تقترحوا عليهم كعلاج ولا كخروج من هاد الحاله هذه؟ انا كاختصاصي اولا سي لا بارول، معلوم كنديروا التحليل ديال الدم وكنديروا التلفازه، وواحد الحاجه اللي بغيت نقولها هو الدين ديالنا كيعاوننا بزاف في هذه الحالات هذه. معلوم حنا في العين خصنا الاجتهاد، ماشي نقولوا غير الدين وما نديروا والو، لا كنجتهدوا، اما الحمد لله عندنا الايمان بالقضاء والقدر. وغالبا ملي كتبقى تكلم مع المراه وتهضر معها زعما بواحد الطريقه لينه، وزعما اون جينيرال 90% يمكن ولا 95% كيتقبلوا هذه الحاله هذه. الحمد لله الحمد لله. بقى لنا شويه الوقت، بغيت دكتور تذكرنا بالوسائل اللي مخولها العلم والطب هاد السنين هذه باش نعرفوا، باش تعرف السيده انها حامل. غير الا سمحتي من غير البنت اللي صغيره اللي كيجي هذا الحمل الكاذب، نركزوا ان المراه ديال 40 عام 45 عام اللي كتخاف من لامينوبوز، من حاله الياس،
وبحال اللي كتقول ما يبقاش يمكن لي نحمل هذا. وثالث حاجه هو لي تيومور دو لوفير. في بعض الاحيان يا دي كونسير دو لوفير مع الاسف سرطان ديال المبيض اللي كيمكنهم يعطيو هذه الحاله هذه باش نفكروا هذه السيدات. باش نجاوب السؤال ديالك هو اول حاجه المراه ملي كتكون حامل هو تحليل ديال الدم، لان تحليل ديال الدم كيكون بوزيتيف تقريبا 11 13 يوم من بعد العلاقه الزوجيه. وهذا التحليل هذا باش تعرف السيده انها حامل وان الحمل كيتطور تقريبا كيدوبل كل 48 ساعه. مثلا اليوم درتي التحليل ديال الحمل وكان عندك 200 ديال الدم طبعا ديال الدم بيان سور، يومين من بعد غادي يكون 400، يومين من بعد غادي يكون 800. التلفازه ما كتبين الحمل حتى كيكون تقريبا 20 25 يوم اولا، ثانيا حتى كيكون التحليل ديال الحمل كيفوت 1000 1500. إذا حذاري من كيكون مثلا تحليل 800 وما كنشوفوا والو في التلفازه، كنقولوا للمراه راه غالبا ان شاء الله الحمل كاين، غالبا كاين 100% وغالبا كيتطور بواحد الطريقه حسنه. جميل. دونك انت نصيحتك لكل السيدات اللي عاد يتزوجوا اللي عاد تنتظروا يعني مولود، احسن حاجه باش تعرف راسها حامله هي تحليل ديال الدم ماشي ديال البوله، تحليل ديال الدم. تحليل البوله نقدروا نديروه ولا لا؟ نقدروا نديروه، لان الحمد لله دابا التحليل ديال الدم عند ديال البوله عنده واحد لا سونسيبيليتي كبيره تقريبا 100%. شكرا لك دكتور البار. نمشيو لحظه للفقره المواليه، فقره النصائح اليوميه اللي عندها علاقه مع الطفل مع هدى جنان، خليكم معنا.